نظم عدد من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من أبناء القبائل وقفة احتجاجية اليوم بمحافظة شبوة، احتجاجا على إحراق الأمن لمخيم اعتصام احتجاجا على إحراق الأمن لمخيم اعتصام أقامه أبناء مناطق رخة وخورة وقرى وادي ضرة للمطالبة بمشاريع خدمية وإنمائية. وفي الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت بجوار مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، استنكر المحتجون إحراق الأمن لخيام المعتصمين، واصفين هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للحقوق المدنية والتعبير السلمي الذي كفله الدستور والقانون.